برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله، الحمد لله حمد الطيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا ومستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحييكم ونسعد بكم في لقاء جديد من برنامج الإسلام الحياة، ومع سلسلة برنامج تاريخ التشريع الإسلامي، ولا زلنا وإياكم مع حلقات مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا في حلقات سابقة حياة الإمام أحمد وما تعرض له من محنة، كما تعرض لها كثير من أئمة الهدى، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله الجميع. وقد تحدثنا في حلقات سابقة أطوار المذهب الخمسة، واليوم نتناول وإياكم إن شاء الله تعالى أصول المذهب، أي مذهب الإمام مالك، ومصطلحات المذهب إن شاء الله إن كان في الوقت بقية. كل هذا نتناوله مع صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس حفظه الله تعالى، فنرحب به جميعا. حياكم الله شيخنا، مرحبا بكم. يا أهلا وسهلا، نسأل الله يحفظكم شيخنا ويرزقكم الصحة والعافية ويبارك في علمكم وينفع بكم الإسلام والمسلمين. ونذكر بأرقام الهواتف طبعا قبل أن نبدأ مع فضيلتي حفظه الله تعالى، وهي كالتالي تأتيكم تباعا أسفل الشاشة: 0-21-33-47-401، والرقم الثاني 0-21-33-47-402، والرقم الأخير 0-21-33-47-403. إذا نعود لصاحب الفضيلة شيخنا، بارك الله فيكم. مازلنا وقد انتهينا من أطوار المذهب، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. مذهب الإمام أحمد، نعم. أي مذهب الإمام أحمد، نعم، بارك الله فيكم، هو سبخ لسان، عذرا. يعني كلهم أئمة الخير وأئمة الهدى، الحمد لله. ذكرت ذلك أكثر من مرة لك. اي لا لا، خلص يا شيخ، كبرت سني يبدو انها عذرا. مع ان اقراه كتابه يعني، لكن العقل يبدو ان مع الامام مالك. كلهم ائمه الهدى، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من نهتدي بهديهم ونتخلق باخلاقهم ونكون مثلهم على الاقل يا شيخ، ان لم نكن مثلهم في العلم ومثلكم انتم على الاقل نحبكم يا شيخ، نحبكم ونحب هؤلاء الائمه الكبار. إذن شيخنا بارك الله بارك فيكم، الله فيكم. يعني الله يحفظكم شيخنا. دهينا من الطور الخامس، هم خمسة أطوار المذهب، واليوم شيخنا نريد أن تحدثنا حضرتك بارك الله فيك على أصول مذهب الإمام أحمد، كيف بنى مذهبه الإمام رحمه الله تعالى. تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نبدأ الكلام اليوم بتوديع يعني شيخنا الأستاذ الدكتور محمد الطاهر المجوز، وقد تحدثت عنه قليلا يعني في قناة أخرى، ولا بأس أن نذكر بوفاة هذا الشيخ الذي دفن يعني أمس أو أول أمس، أمس تقريبا، نعم، بعد حياة حافلة بالعلم، وهو من العلماء الكبار حقيقة. يعني أنا تعرفت عليه منذ عشرات السنين، ويعني حكى لي قبل ذلك بعض الطلبة الذين درسوا عليه في مدينة البيضاء قبل أن ينتقل إلى مدينة طرابلس، ووصفوه بأوصاف حببتني فيه. ثم تعرفت عليه يعني أن كتب
نعم، عندما زار طرابلس مع مجموعة من الأساتذة من البيضاء، ولا زلت أذكر أننا جلسنا معه حوالي ربع ساعة أو نصف ساعة، وقد سكنوهم في فندق لا يليق بهم، ما زالت الصورة أمامي. ثم بعد ذلك تغيرت الأحوال وانتقل أكثر من كان يدرس في البيضاء، انتقلوا إلى طرابلس، وانتقل هو معهم أيضا فدرس في طرابلس. وكنت آنذاك من الطلبة الذين يدرسون في الدراسة العليا، فدرسني مادة علم الكلام أو ما يسمى كانت هذه المادة تسمى كتابا قديما، وهو كتاب ابن حزم رحمه الله تعالى الفصل، وهو كتاب معروف نعم لابن حزم، تحدث عن قضية المذاهب العقدية وأشبع فيها الكلام. نعم، درسنا هذا الكتاب الشيخ، وكان درسه نحبه حبا جما، كما درسنا كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي رحمه الله، وهو في فروع وقواعد الفقه الشافعي. ويعني أنا كنت أذهب بين الحين والآخر لأحضر بعض الدروس في الدراسات العليا، لأني أسكن بعيدا من طرابلس، إلا دروس الشيخ محمد طه المجوز رحمه الله تعالى كنت يعني أصر على حضورها، فأضبط أني لم أغب فيها محاضرة واحدة. ثم تعرفت عليه أكثر يعني بعد أن درسنا وحججنا في عام واحد، ثم أن ذهب الشيخ إلى بريطانيا وزرته هناك في منزله، وكان منقبضا عن الناس لا يجتمع بهم إلا قليلا، ومكثت عنده قليلا وتجاذبنا أطراف الحديث، وحدثني بعض الأمور الخصوصية عنده. ثم بعد ذلك يعني انفرجت الأمور قليلا وعاد إلى طرابلس، بل إلى الزاوية بلده منطقة الحرشة، وسكن هناك قليلا، وقد زرته هناك. ثم بعد ذلك بدأ له أن يتحول إلى طرابلس، ويعني هو يعني مسك إدارة كلية الدعوة، نعم كان يعني عميد كلية الدعوة في نعم في السواني، وزرته هناك أيضا. ثم بعد ذلك يبدو ترك هذا الأمر وانقطعت الصلة، لأنني لم أذهب كثيرا لطرابلس، وبالتالي يعني أصبح اللقاء قليلا جدا. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعوض محبيه وطلبته يعني الخير الكثير فيه إن شاء الله، وأن يبدل به غيره إن شاء الله تعالى ممن هو على شاكلته. ولا يفوتني أن أذكر الشيخ الجليل أيضا الشيخ إبراهيم الزنيقري، وهم من مقرئي مدينة مسلاتة، وقد يعني قرأ وقد درس القرآن الكريم، وكان هو صاحب القرآن الكريم، لا صاحب له يعني إلا هو، كان يعني يدخل المسجد من بعد صلاة الفجر، وآخر موعده بالمسجد هو صلاة العشاء، وقد حفظ على يديه كثير من الناس القرآن الكريم، وكان قد درس على الشيخ يعني المنصور السنوسي أبو راس من مدينة من قبيلة سندارة، ودرس الوقف وقف الهبطي على الشيخ عبد السلام القاضي رحم الله الجميع. والحقيقة الرجل هذا درس القرآن أكثر من 60 عاما، نعم، وليس له مهنة أخرى، لا عنده حيوان ولا زيتون ولا زروع، ولا عنده إلا القرآن. وقد يعني عاشرناه طويلا، أنا لم أدرس عنده إلا في بعض الأحيان كان يملي علي بعض الأسماء في القرآن الكريم لما كنت أحفظ القرآن في غير هذه الزاوية التي كان يدرس فيها، وهي زاوية الدكالي. فندعو الله سبحانه وتعالى يغفر للجميع إن شاء الله،
وأن يرحمهم اللهم آمين. الشيخ محمد المقبوض والشيخ إبراهيم الزنيقري رحم الله الجميع. نعم تفضل. الله تقبلهم. إذن شيخنا بارك الله فيكم، أنا ذكرت لكم يعني أطوار المذهب وذكرت خمسة وتوقفنا أو انتهينا من الأطوار كلها للمرحلة الخامسة أو الطور الخامس، وهو من بداية القرن الحادي عشر حتى إلى هذا اليوم يعني. فشيخنا وذكرت فيه أشياء ورسائل الدكتوراه وكاهتمام يعني الناس بهذا المذهب وتحقيق الكتب المذهب وغير ذلك. شيخنا يعني اليوم نتناول بارك الله فيكم أصول المذهب، يعني بارك الله فيكم، أليس هو مثل بقية المذاهب الأخرى يعني اعتماده على الكتاب والسنة وغير ذلك، أو هناك بعض المسائل يختلف؟ صحيح، نعم هو يكاد يكون بعض الأمور يعني تستوي فيها المذاهب، ولكن سنوجز القول فيما عليه المذهب الحنبلي أو الإمام أحمد، ويمكن تسمية ذلك كما فعل بعض من ترجم له من أهل المذهب بأصول استنباط المذهب. أصول استنباط هنا يقصدون بها يعني كما ذكرتم في المقدمة يعني القرآن والسنة أو ما سمي عندهم بالنص، أي النص من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المشرفة. هذه هي البداية وهذا هو المعول عليه. ويعني بالنسبة للقرآن مسألة معروفة ويتفق فيها جميع المذاهب وأئمة المذاهب، والسنة بالنسبة للإمام أحمد يأخذ بمتواترها ويأخذ بآحادها كذلك. ومعروف أن الإمام أحمد يقسم الحديث قسمين، يعني لا يقسمه صحيح وحسن وضعيف، وإنما يقسم الحديث كله إلى صحيح وضعيف، والضعيف عنده مراتب، فيدخل فيه الحسن ويدخل فيه الضعيف، ولا شك أن الضعيف حتى عند الآخرين ويعني مراتب كذلك، شديد الضعف ويعني وقليل الضعف إلى آخره. هذه مسألة. فإذا لم يوجد لا متواتر ولا آحاد ينتقل إلى مسألة قول الصحابي، ويعني عنده مسألة أخرى يذكرها علماء مذهبه وهي قضية الإجماع، يأخذ بالإجماع. نعم، وقد اشتهر عن الإمام أحمد بأن يقول أو بأنه كان يقول يعني من ادعى الإجماع فقد كذب، وهذه مقولة يعني غير سوية غير صحيحة. الإمام أحمد كان يأخذ بالقضية الإجماع، وإنما بعض الإجماعات التي يدعيها بعض الناس يرفضها لا أكثر ولا أقل. وأما الإجماع المعروف بمصطلحه في أصول الفقه فكان يأخذ به الإمام أحمد، وكان شديد التمسك بالسنة ولا ينتقل إلى غيرها إلا إذا لم يجد فيها. نعم، إذن السنة المتواترة ثم الآحاد ثم يأتي إلى قول الصحابي الذي لا مخالف له، وإذا اجتمع الصحابة على شيء فلا يفوته، ولا ينتقل إلى القياس إلا إذا لم يجد فيما ذكرنا هذه المسألة التي سئل عنها، ينتقل إلى مسألة القياس، ويستعمل من القياس نوعاً واحداً وهو قياس العلة. نعم، هو معروف عند الأصوليين. نعم، وكذلك من الأصول التي يرجع إليها الإمام أحمد مسألة الاستحسان. نعم. والاستحسان تكلمنا عنه في الماضي عندما كنا نتكلم عن الإمام مالك الشافعي. وعن الإمام أبي نعم. حنيفة نعم، والإمام الشافعي نعم، وقلنا إن الإمام الشافعي وأثر عنه أنه لا يقول بالاستحسان، وهذا غلط كبير نعم. على الإمام، بل كان يقول بالاستحسان، وإنما الاستحسان الذي يرفضه، وهذه مسألة يتفق عليها العلماء جميعا، يرفضون الاستحسان المبنية على الهوى. أما الاستحسان بمصطلحه الأصولي فيقولون جميعا به. الإمام أحمد يقول بذلك،
ومن المسائل التي أثرت عنه في مسألة تتعلق بالاستحسان أن قال: استحسنوا أن يتيمم لكل صلاة. عندما سئل عن الصلاة يعني أكثر من صلاة بتيمم واحد قال: استحسنوا أن يتيمم المصلي لكل صلاة بتيمم. قال: والقياس أنه بمنزلة الماء. إذن هو نظر إلى القياس فوجد لا فرق بين التيمم والماء لما كان الشرع أباح الصلاة بهذا وهذا، ولكنه استحسن غير ذلك، استحسن أن يتيمم المصلي الذي فرضه التيمم يتيمم لكل صلاة بتيممها. وكان الإمام أحمد يقول بالاستصحاب كذلك، وهو بقاء الأمر على ما كان، بقاء الأمر على ما كان أي على الأصل. نعم، بالنسبة لهذه أثرت عنه مسألة معروفة، وهي أن السلب لا يخمس. السلب هو ذاك الذي يعطيه قائد الجيش، يعطي الأمر في حالة الجهاد أن من قتل قتيلا فله سلبه، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني نعم في خلاف بين العلماء في بعض التفاصيل، لكن الإمام أحمد قال السلب لا يخمس. هل اعتمد على ماذا؟ اعتمد على أنه لم يسمع في ذلك حديثا في تخميس السلب. ولعلي لا أخلط بين أمرين، أنا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطى السلب لمن قتل، أما التخميس فشيء آخر، وهو أن يفصل الخمس من السلب فيعطى للخمس هذا للإمام وأربعة أخماس لصاحب السلب. هذا الموضوع اللي نتحدث عنه. أما إعطاء السلب للقاتل بغض النظر عن تخميسه وعدمه فهي مسألة متفق عليها. نعم، هذه من المسائل التي أثرت على الإمام. ومن الأصول التي رجع إليها الإمام كذلك سد الذرائع. سد الذرائع والنظر إلى مآلات الأفعال. نعم، وهو يسد بقوة الطرق التي تؤدي إلى التحايل، وكان لا يحب الحيل. نعم، ويرفضها رفضا قاطعا، وبهذا يسد الذرائع. وسد الذرائع من الأصول التي قال بها كثير من الأئمة غير الإمام أحمد. ثم يأتي بعد ذلك المصالح المرسلة. المصالح المرسلة وكذلك العرف وكذلك القواعد الفقهية تكلم فيها الإمام ورجع إليها، لكن من كتب في هذا المذهب وأرخ له قالوا لا تعتبر هذه الثلاثة من أصول المذهب، مع أن الإمام قال بها في كثير من المواضع، لكنها لا تعتبر من أصول المذهب. ما هي الثلاثة يعني؟ المصالح هي سد الذرائع، المصالح المرسلة، لا لا والعرف. لا، سد الذرائع من أصول المذهب، العرف تمام، والمصالح المرسلة والقواعد الفقهية. نعم، نعم هذه القواعد الفقهية. نعم. نعم نعم نعم، هذه هي أهم الأصول التي اعتمد عليها مذهب الإمام. وإذا أسعفنا الوقت نتحول إلى أهم المصنفات. نعم نعم نعم، تفضل شيخنا بارك الله فيك. أهم المصنفات في المذهب يعني والله عند الإمام أحمد، أنت ذكرت أشياء على الإمام أحمد، لكن هذه اليوم ستذكر في المذهب، اليوم ستذكر على المذهب صح، مصنفات. نعم، المذهب يعني. نعم، في مذهب الإمام أحمد. نعم، تفضل شيخنا بارك الله فيك. نعم، المصنفات كثيرة جدا، وبعضها أشهر من بعض وبعضها أوسع من بعض إلى آخره. بالنسبة للمصنفات في المذهب المالكي، أول ما نبدأ بالذكر المصنفات مذهب الحنبلي شيخنا، الحنبلي عفوا، الحنبلي نعم نعم عفوا نعم. أول المصنفات أولها مصنفات الإمام. نعم، مصنفات الإمام هي الأولى، وذلك كتب الإمام ورسائله.
وأهم شيء عندنا المسند هذا تحدثنا عنه، نعم، هذه الموسوعة الحديثية التي بذل فيها الإمام أحمد جهدا كبيرا. إذن كتب الإمام ورسائله، الكتب التي رويت عنه، وقلنا من أشهرها كتاب المسند في الحديث وفي الآثار. عندنا بعد ذلك المسائل التي أملاها أو سمعت منه، وقد تحدثنا في الماضي على أن بعض الناس من أهل المذهب تصدى لهذه المسائل وجمعها، يعني متتبعا ما قاله الإمام وما سمعه منه أولاده أو أبناؤه وكبار تلاميذه. من هذه المسائل مسائل إسحاق بن منصور المروزي، مروزي نسبة إلى مرو وهي بلدة معروفة، ومسائل ابنه صالح وهو معروف كذلك، ومسائل إسحاق بن هاني، نعم عادة يذكرون ابن هاني على طول فهو المقصود به هذا التلميذ، ومسائل أبي داود صاحب السنن، نعم سنن أبي داود معروفة، نعم هذا الإمام أيضا، نعم يعني كتب وجمع كثيرا من مسائل الإمام أحمد، وكذلك مسائل يعني أخذها أو كتبها الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني، نعم، ومسائل ابنه عبد الله ابن الإمام نفسه، إذن ابن صالح وابنه عبد الله، هؤلاء أخذت عنهم بعض المسائل التي سمعوها من الإمام أحمد، نعم، وهي ولما نقول مسائل معناها في الفقه، ولكن قلنا كثيرا ما كان يجيب باستحضار ما حضره من السنة ومن آثار الصحابة، ولا يتحول إلى قضية الرأي والاجتهاد إلا أنذر من النادر. فالمصنفات التي ذكرناها هذه أطلق عليها أصحاب التراجم بأنها مصنفات، يعني مصنفات الإمام كما ذكرنا. ثم بعد ذلك يأتي القسم الثاني من المصنفات، وهي مصنفات المتقدمين من رجال المذهب. وأهم هذه الكتب التي نصبت إلى المتقدمين هو كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد، وقد ذكرناه في السابق، وهو للإمام الخلال الذي تتبع أقوال الإمام وما قاله يعني بقدر المستطاع من أبنائه ومن تلاميذه الكبار، فجمع شيئا كثيرا. لكن هذا الكتاب يعني فقد أكثره ووجد بعضه فحقق ونشر، الجامع لعلوم الإمام أحمد، قلنا للخلال رحمه الله تعالى. ومن أهم الكتب في هذه المرحلة هو مختصر الخراقي، وقد ذكرناه في الماضي، وقلنا نعم إن صحيح. علماء الحنابلة اهتموا بهذا الكتاب سموا اهتماما شديدا، فمنهم من شرحه ومنهم من نظمه ومنهم من علق عليه بتعاليق كثيرة. بعد ذلك تأتي الطبقة المتوسطة أو طبقة المتوسطين في المصنفات، وأهم ذلك أو أهم هذه الكتب هي كتب، نعم يعني كتب موفق الدين ابن قدامة، وهو معروف ابن قدامة، نعم المقدسي المتوفى سنة 2600 للهجرة. وهذه الكتب التي لابن قدامة في طبقة المتوسطين أشهرها أربعة كتب. الأول عمدة الفقه، عمدة الفقه هذا مختصر للمبتدئين مع عناية المؤلف بذكر الدليل، إذن هو ده خاص للمبتدئين، ولذلك معنى ذلك أنه موجز وأنه قليل الألفاظ، ولكنه كان يعتني بالأدلة ليدرب الناس عليها. الكتاب الثاني
هو المقنع. المقنع نعم، هذا للمتوسطين، المقنع للمتوسطين يأتي في الترتيب بعد عمدة الفقه الذي هو للمبتدئين. وقد جرده من الدليل، جرده عن الدليل، يعني لا دليل معه، مع تعدد الروايات. يعني هذا الكتاب اعتنى بالروايات التي اشتهرت عن الإمام أحمد ونقلت عنه، ولكنه أهمل الدليل لأنه كتبه في بعض كتبه الأخرى. ولذلك ولا عيب فيه عندما يجرد الكتاب من الدليل. يعني بعض الناس يعني قليلي الفقه والمعرفة يظنون أن ذلك يعني أن ذلك عيب في المذاهب المختلفة، وذلك بالعكس ليس عيبا، وإنما هو للطائفة التي تريد أن تستحضر كلام الإمام والأدلة في كتب أخرى يعني موجودة بكثرة. فهذا المقنع من هذا النوع. وكما يعني ألف ابن قدامة كتابا ثالثا هو الكافي للمتوسطين. نعم نعم، هو أربع أشياء ذكرت، أن أربع مصنفات. إيه نعم تفضل نعم. شيخنا نستمر حفظكم الله. الكافي هذا للطائفة المتوسطة، ليست للمبتدئين ولا للمنتهين. هذا يعني ميزته أنه على رواية واحدة. وقد مر بنا أن الكتاب المقنع يعتني بالروايات التي وردت عن الإمام أحمد. هذا كتاب الكافي للمتوسطين نعم أهمل بقية الروايات واقتصر على رواية واحدة، ولعله يراها هي الراجحة مع ذكره للأدلة. إذن هذا يختلف عن الأول الذي هو الثاني، هذا كثرة الروايات المقنع مع تجريده على الأدلة. نعم، وهذا وحدة الروايات نعم الكافي، هذا رواية واحدة مع الاعتناء بالأدلة. ثم يأتي بعد ذلك كتابه الكبير، وهو المعروف عند الناس جميعا أو عند طلبة أهل العلم على كل، وهو كتاب المغني. نعم تماما، المغني في شرح مختصر الخراقي. نعم، وهو أوسع كتبه وأشهرها، يعني ابن قدامة. وقد اعتنى فيه بذكر الخلاف داخل المذهب وخارجه، أستطيع أن أقول الخلاف المذهبي والخلاف العالي، أن يذكروا يعني الأحكام عند المذاهب الأخرى، مذاهب السنية، ويعني يدلل لكل، ثم يرجح بعد ذلك ما بدا له. من الكتب المهمة في من كتب المتوسطين كتاب المحرر لمجد الدين ابن عبد السلام ابن تيمية، هذا المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. هذا يعني مجد الدين عبد السلام ابن تيمية، هذا جد أحمد بن عبد الحليم المشهور بابن تيمية، والذي اشتهرت يعني تصانيفه على الإطلاق، هذا جده. نعم، ولقبه مجد الدين. هذا الكتاب المحرر ومن الكتب المشهورة في المذهب الحنبلي، يعني وهو خال من الدليل، اعتنى بالراجح من الخلاف، أيضا جرده، أيضا حتى هو جرده من الدليل. نعم، واعتنى فيه بالراجح من الخلاف، يعني رجح ما يراه راجحا. نعم. نعم، يأتي بعد ذلك كتاب الفروع لشمس الدين بن مفلح، المتوفى سنة 63 و700 للهجرة. يعني هذا الفروع كتاب مشهور، نعم كتاب مشهور جدا، الفروع في المذهب الحنبلي، وهو مجرد من الدليل والتعليل، لا يعلل فيه ولا يدلل له، لكنه لكن عنده ميزة، وهي أن يقدم الراجح من الأقوال، وهذه مسألة مهمة. نعم،
فهذا الكتاب يعني له ميزة كما ذكرنا. نعم شيخنا بارك الله فيكم شيخنا، لعل نتوقف قليلا حفظكم الله تعالى لنستقبل بعض المكالمات وعذر على المقاطعة، نسأل الله يحفظكم شيخنا. الأخ علي من بنغازي، تفضل يا علي، تفضل أخي الكريم. يا مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل أهلا وسهلا بك. خلوة في سور المسجد، خلوة في سور المسجد في الدور الثاني، خلوة نسائية يصلوا فيها نساء ويقرأ فيها القرآن. طيب الباب الخلوة، باب الخلوة النسائية يفتح وين؟ في الشارع، يفتح في الشارع. طيب بس نتيجة لأن الباب يفتح في الشارع لا يجوز الصلاة فيها. لا يجوز الصلاة فيها، هي موصولة بالمايك بالميكروفون والإذاعة المسجد يسمعوا في الصوت هم ولا شنو؟ الشيخ يقرأ يتبع فيه، مثلا الأخوات يصلى في التراويح أو مثلا يصلى في الجمعة ويقرأ فيه القرآن، ما يقدر كان نخرج مع الإمام. يسمعوا في الصوت يعني. نتيجة أن الباب في الخارج يفتح على الشارع. نعم. ألو. طيب. يسمعون في الصوت هما صح؟ يسمعون في الصوت، يسمعون في الصوت يعني هما. يسمعون الصوت. طيب خلاص. نعم. غير حبيت نسألك باش نستوضح للشيخ بارك الله فيك حتى الشيخ يجيبك يعني. السؤال الثاني. شكرا. إذا بعثت خد بس. تفضل يا علي. نعم. تفضل معاك يا علي، تفضل استرسل في الكلام. ايوه السؤال الثاني، لما نقرا القران الكريم نقول مثلا عند بنكمل نقرا متيسر صدق الله العظيم، واحد اسمع قال صدق الله العظيم هذه بدعه، وكل بدعه قران كل زمان في النار. لما تقول صدق الله العظيم قال هذه بدعه. طيب حبيبي حاضر، تسمع الاجابه من الشيخ يا علي من بنغازي. شكرا يا علي على استفسارك وسؤالك، شكرا جزيلا اخي. اذا شيخنا، إذا الأسئلة يبدو أنها قليلة اليوم. شيخنا يعني أنت توقفت عن حديث عن الكتاب الفروع لشمس الدين بن مفلح رحمه الله تعالى. نعم، هل هناك شيخنا كتاب آخر مصنفات الأئمة الحنابلة يعني؟ نعم. إذا شيخنا نعتذر أنا أعتذر شيخنا، يبدو نجي في اتصال، أعتذر منك شيخنا بارك الله فيكم. الأخ عبد الرزاق، تفضل يا عبد الرزاق، تفضل. السلام عليكم، كيف حالك شيخ عبد الباسط؟ وعليكم السلام ورحمة الله يا عبد الرزاق، تفضل يا أخي، مرحبا بك. تفضل عليك إن شاء الله، بارك الله فيك. حييكم حي الشيخ حمزة أبو فارس شيخ عبد الباسط إن شاء الله. نحيي كل القائمين بهذا البرنامج، ربي يحفظكم إن شاء الله. ونحييك كذلك يا أخي عبد الرزاق، ونحييك كذلك، شكرا. المدة اللي فاتت شيخ عبد الباسط كانت عندي مداخلة معكم، وقتها كنتم مستضيفين في الشيخ سامي ربي يحفظه إن شاء الله. الشيخ سامي، نعم. موقيت الصلاة بالتحديد صلاة الفجر، كان تذكر فيها إن شاء الله. إيه نعم صح مزبوط، أتذكر يا عبد الرزاق. نعم. إيه سؤالي يا شيخ البصر، أنا من 2008 التحقت بدورة شرطة وقتها في منطقة المعمورة، كانوا يروضوا فيها قبل الفجر ممكن بنص ساعة ولا ساعة أثناء التدريب وقتها في الليل. لما يؤذن الفجر كانت البنية ظلام دامس، ما فيش لا فجر صادق ولا فجر كاذب. نتذكر من 2008 فسنوات لاحظ لها بنين معمورة وطرابلس، بعد لما اشتغلت في طرابلس ظلام دامس سوى 10 دقائق ربع ساعة، لا فجر صادق ولا فجر كاذب. فهمت؟ وأنا توا حاليا مقيم في مدينة نالوت، توا في بعض المساجد. نعم. في مدينة نالوت بين الأذان وبين الإقامة يقعدوا ثلث ساعة، وفي يقعدوا حتى بربع ساعة، بحجة أن نعم. عندهم بياخذوا خبزة وعندهم ما طلبة وكذا، لكن بس حتى ربع ساعة. الشيخ عبد الباسط جهة الشروق ظلام دامس، لا فجر صادق ولا فجر كاذب. حماس طيب يا أخي الكريم، طيب سيجيبك الشيخ بارك الله فيك يا أخي، بارك الله فيك عبد الرزاق. نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك، إياك يا أخي عبد الرزاق، شكرا جزيلا. تفضل. نعم متصل آخر. نعم تفضل أهلا وسهلا بك، تفضل يا أخي، الاسم الكريم. انقطعت المكالمة، هل يوجد اتصال آخر لنا؟ سنواصل مع الشيخ حفظه الله تعالى. تفضل. نعم تفضل يا أخي،
صابرين تفضلي يا صابرين، اهلا وسهلا بك يا صابرين، مرحبا بك يا اختي، تفضلي. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ام باسم معك. ام باسم مرحبتين يا ام باسم، تفضلي يا اختي، يا اهلا وسهلا بك. حالك يا خي يا سيدي الشيخ، لا عليك من كلمه. تفضلي يا اختي تفضلي. انا يا خي يتيمه، لا عندي ابونا ام باهي، وخذيت راجل انا من سرمان، خذيت من عائله النكاس، خذيت راجل في سرمان في سدها، وهو ما عنده شيء يا خي. عقبنا ابويا وطي هنا، بعتها يا سيدي الشيخ، بعتها وكملت في راجلي ست غادي، مرضت في شهر 2 اللي فات يا خويا، جيت نعالج هنا، روحت لقيت شبانية، الله يسامحه هو والله توا راجل كبير ما يخافش من ربي، بعد ما جيت هنا كسروها وبناوي تاخذوه بنت خالهم من غادي، وخذوها مني شقة يا سيدي الشيخ، وأنا في سرمان ويعلم الله بحالي، أنا وعويلتي 4 صغار، وأنا يتيمة لأبولهم. طيب بالله عليك شنو تقول؟ لما كلمنا المشايخ اللي بتبع قالوا لنا، قالوا لي جوزي انت ومالك الا بيك. طيب يا اختي شنو سؤالك يا اختي؟ قالوا لي انت ومالك الا بيك. ناضي السيداني قالني مو قال لنا الصح. ما طيب يا ام باسم، يا ام باسم عندك سؤال انت ولا بتشكي لنا حاجه؟ يعني انت بتشكي لنا حاجه تحكي قصه؟ يعني انت عندك سؤال يا ام باسم؟ عندك سؤال انت؟ عندي 4 يا اخي، 4 والله والله ما تحل فيه. عندي سؤال. لا طيب يا ام باسم، شنو تقول بالله على ناس زي توا واسم سلفي احمد بالقاسم سليمان؟ مش لازم يا اختي، خلي مش لازم، ستر الله باقي، بارك الله فيك، الله يستر علينا وعليك. يا اخي تنصح تقول لها ردي لامراه حقها، ردي لها حقي بالله عليك، قول لهم يردوا لي حقي. طيب يا اختي طيب، شكرا يا ام باسم، شكرا بارك الله فيك، ان شاء الله هذه مساله في القضاء يا اختي الكريم، ولكن الشيخ شين بيدير لك والله يا اختي. نعم نعم فرج الله عليك. نعم يونس من صراحه، تفضل يونس، تفضل يا اختي. تفضل يونس يا اخي. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا أخي يونس، مرحبا. حياك الله وبياك وثبتك الحق إن شاء الله، وتبارك الله في شيخنا وفارس جميع مشايخنا، ويسأل الله لكم الدوام العفو والمحبة في الله، الشجار الطيب وذكر علمانا رحمة الله عليهم، إن شاء الله ربي يثبتكم ويفتح عليكم فتح العارفين يا كريم يا عظيم إن شاء الله. طبعا أنا بنضم أخوي اللي قال صدق الله بدعة، حتى الساعة هي الساعة بتاع الوقت يديروا فيها قالوا بدعة، لكن النقلات والسيارات الهالكة والسب والشتم والتجريح هذا مش بدعة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله لكم الثبات والله يوفقكم للأفضل الأعمال بإذن الله إن شاء الله. شكرا يونس، شكرا. عادل، عادل من طرابلس، تفضل يا عادل، تفضل يا أخي. شكرا يونس، شكرا. عادل، تفضل يا عادل. كيف يا عباس شحالك؟ مرحبا يا عادل، مرحبتين بك يا أخي، تفضل. ولا بنسج على التلفونات تو الفيس والنت والواحد كل هذا، تعرف الغرفه بتاعها وين هو؟ ايه الو. نعم نسمع فيك، شنو عندك؟ تفضل اخي عادل تفضل. قلت السراج نفسه، عرفت المنظومه نفسها الرئيسيه بتاع الفيس والنت والواحد، ايه انا كلهم تو بيحولوها في الميتين يا اخي. الله المستعان. طيب طيب يا عادل، شو بندير لهم يا سيدي؟ هم الحكومه الايام هذه. تفضل محمد من طرابلس، تفضل. السلام تفضل عليكم يا محمد. ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب يعاونكم ان شاء الله ويحفظكم يا فضيلة الشيخ. وربي يعاونك شيخ محمد. فضيلة الشيخ بين لي، انا سالت على بخصوص الشخص اللي سلفني 10,000 يعني دينار سك، وبعث لي هوني، فهمت على اساس هو مش ما شردش عليا، لكن انا قلت انا اعطيهم لك بدي لما نحصل السيوله، لكن سمعت احد العلماء ربي يحفظهم ان شاء الله قال على النهار تجتمع فيها القرض وال يعني فيها مصلحه، القرض وكذا والصرافه اللي هي تصريف نوع من البيوع، فانا يعني دماغي مبارك، فنبي فضيله الشيخ يفهمنا بالله، هل يجوز نردهم له يعني كاش هيك كل ما نسحب، ولا ما لازم نسك؟ بالله الله يبارك فيك. هو ما اشترطش عليك صح؟ انت قلت ما اشترطش علي صح يا حاج محمد، ما اشترطش عليك هو. ما اشترطش علي هو، لكن سمعت احد العلماء قال ان هذه تجتمع فيها.
طيب تسمع كلام الشيخ؟ حاضر حجيبك الشيخ الآن إن شاء الله سيجاوبك الشيخ بارك الله فيك. هذه يا شيخ عبد الباسط هذه نجاوبه الآن. تفضل سيدنا الشيخ تفضل. تفضل سيدي تفضل. بارك تفضل الله فيك. هذا السؤال الذي سألته له مهم جدا. إذا لم يشترط عليه أن يدفع له نقودا في حالة سيولة فلا شيء في ذلك. إن كان ذلك حدث مجرد تبرع لا شيء عليك. أما إذا كان القضية مشروطة من الأول نعم هذه ممنوعة لأنه قرض جر نفعا والله أعلم. نعم بارك الله فيكم يا أخي محمد. إن شاء الله استمعت الإجابة من الشيخ بارك الله فيك. جزا الله خير شيخنا. شيخنا الوقت مازال مكون 10 دقائق نجيب على الأسئلة. إن كان في الوقت بقية نعود إن شاء الله تعالى شيخنا لمصنفات المذهب. الأخ علي بغازي شيخ يقول الخلوة في صور المسجد وفي الدور الثاني خلوة النساء في الشارع والخلوة النسائية خلوة نسائية في الباب متاحة في الشارع الباب يفتح في الشارع ويصلوا مع الإمام. أنا سألته قلت يسمعوا صوت الإمام قال يسمعوا صوت الإمام ويصلوا خلفه فهل يعتبر الخلوة هذه من المسجد أم لا؟ لا لا هذا الصلاة فيها لا بأس بها يعني ما ليس فيها مشكلة طالما هم يستمعون إلى صوت الإمام نعم حتى ولو كانوا على علو منه فلا شيء في ذلك وصلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى. طيب شيخنا نفس علي بغازي يقول لما نقرأ القرآن وننتهي نقول صدق الله العظيم قالوا لها بدعة كل ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما حكم صدق الله العظيم؟ لا لا شيء في ذلك وليست بدعة كلمة صدق الله العظيم ما فيها شيء وفي القرآن الكريم قل صدق الله إذن نعم. هو يقرأ فيها الآية هذه والله ما يقرأش فيها صدق الله العظيم ما فيها شيء هو لا يقصد بها من يقصد بها أنها قرآن هذه جرنا إلى مسألة أخرى ولكن يقصد بها يعني الختم في الكلام الذي كان يقرأه من كتاب الله تعالى فليست بدعة ولا شيء من ذلك وكيف قال الأخ هذا اتصل بنا مرة أخرى ولا تعنيه نعم. المسألة ولكنه استمع يعني قضية البدعة هذه يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى أحيانا سنخصص لها حلقات خاصة بها حتى يتميز الأمر أين البدعة وأين ليس بدعة وإن شاء الله شيخنا جاءني سؤال على الخاص يقول ما حكم قذف غير المسلمة يعني قذف غير المسلمة ما حكمها احنا لا نقذف احدا هذا الاصل في الاسلام ان لسان المسلم يعني رطب بذكر الله تعالى وبالكلام الحسن لكن كان سؤاله يتعلق بهل يحد حد القذف او لا نقول له لا لا يحد نعم هذا الذي اعرفه من مذاهب الائمه نعم. طيب شيخنا نعم الأخ عبد الرزاق شيخنا يقول مواقيت صلاة الفجر هو سألنا مرة في حلقة مع الشيخ سامي يقول هو يعني كان يخدم في الشرطة أو يعمل في الشرطة ويقول يعني فيقوا فينا قبل الفجر بنصف ساعة أو كم ويؤذن الفجر ولا نرى يعني علامة للفجر الصادق ولا شيء يعني والناس تصلي كيف هذا يعني المسألة؟ والله هو هذه القضية تعتمد عليها هل هو يعني يعرف هذه المسائل بدقة أو لا لأن معرفة الفجر الكاذب من الفجر الصادق يعني يعرفها المتخصصون وهي مسألة فلكية وكذلك تظهر أيضا للناس الذين يعيشون في البدو أكثر من الناس الذين يعيشون في المدن لأن المدن لا. يغلب عليها الكهرباء والأضواء الأخرى فلا يستطيع التمييز بدقة بين الأمرين إذا كان هو نعم. على يقين من أنهم صلوا قبل أن يدخل الفجر نهائيا فعليه الإعادة يجب أن يتحرى كم فاته من الوقت ويعني يقضي هذه الصلوات وأما إذا كان مجرد شك فلا شيء عليه لا هو ولا على غيره وأنا أقول له بالنسبة لصلاة الفجر حتى قديما كان يعني بعض الناس يصلونها وبعض المذاهب يصلونها مبكرا جدا يعني بغلس
حتى إن الناس ينصرفون لا تعرف وجوههم. وهذه قضية مذكورة في الموطأ وغيره. وبعض العلماء يرون قضية الإسفار بصلاة الصبح، يعني حتى إنهم إذا خرجوا يعني تكاد الشمس تطلع. فالمسألة إذا كان غير مجرد شك لا، الأمر واسع راه. أما إذا كان متأكد من أن صلاتهم قد وقعت قبل يعني دخول الوقت فهذا شيء يعني متفق على أن الصلاة لا تصلح والحالة هذه، والله أعلم. نسأل الله ينفع بكم شيخنا ويبارك فيكم. أم باسم شيخنا هي تشتكي فقط، يعني ليس لها عندها سؤال، ولكن الشيخ ممكن الطيب خطرها مسكينة، قالت تزوج برجل ثم تزوجها وأخذ بعيد وعندها أرض فباعتها لأجله هو، ثم يبدو أن تركها. يعني هذا الظلم الشيخ الذي يقع، يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، كيف ذلك؟ والله كما ذكرتم يعني المسألة إذا كان كلامها صحيحا، لأن نحن لسنا قضاة، فإذا كان الكلام الذي قالته صحيحا فلا يعني الرجل هذا ظالم وعليه إثم، وأما إذا افترت عليه فأمرها إلى الله. فنحن إذا كان الأمر هذا صحيحا ننصحه بأن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يرجع الحق إلى صاحبته، وبارك الله فيه. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمكم شيخنا، بارك الله فيكم. وما زال في الوقت دقائق معدودة شيخنا، نعود إلى الفروع لشمس الدين ابن مفلح رحمه الله تعالى، مصنفات الحنابلة، شيخنا بارك الله فيكم. نعم، وآخر كتاب في هذه المرحلة التي سميناها بمرحلة المتوسطين هو كتاب المبدع في شرح المقنع، هذا لبرهان الدين، حتى هو أيضا ابن مفلح، هذا غير ابن مفلح الأول. نعم، هذا يعني لبرهان الدين، والأول لشمس الدين، وكلاهما يسمى ويلقب بابن مفلح. هذا كتاب المبدع أيضا من بعض الكتب المشهورة في هذه الطبقة. وإذا يعني بقي لنا شيء من الوقت نتحول إلى كتب المتأخرين. تفضل شيخنا، هو ثلاث دقائق، تفضل شيخنا بارك الله فيكم. كتب المتأخرين من أهمها كتاب الإنصاف. كتاب الإنصاف مر بنا، نعم، للمرداوي. نعم، وقلنا هذا الرجل يعني الراجع في معرفة الراجح من الخلاف. هذا الكتاب خدم به صاحبه المذهب خدمة جليلة. نعم، ووصفه بعض المؤرخين بأنه مما يستغنى به عن بقية الكتب، لما بذله صاحبه من الجهد الكبير في معرفة الراجح من الخلاف الواقع في المذهب، وهي مهمة صعبة جدا. كون أي شخص يعني عالم يجعل متنا في المذهب أو شيئا من هالقبيل أو يدلل لمسألة، مسألة ليست صعبة جدا. وأما أن يرجح بين الروايات والأقوال التي وردت عن صاحب المذهب فهي مسألة يعني خطيرة وصعبة جدا الصعوبة. هذا الكتاب الذي قام بهذه المهمة، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للإمام المرداوي، وقد طبع أكثر من مرة، مرة في 10 مجلدات ومرة في 12 مجلدة. ثم يأتي بعد ذلك كتاب الإقناع، كتاب الإقناع لطالب الانتفاع، هذا لمؤرخه الحجاوي. نعم، وأصبح عند المتأخرين العمدة في الإفتاء، يعتمد عليه المفتون في المذهب كما يعتمد عليه القضاة كذلك في المذهب الحنبلي. هذا الكتاب الإقناع لطالب الانتفاع. نعم، ومن أهم شروحه لأن شرحه كثيرون، كشف القناع عن متن الإقناع. نعم، كشف القناع عن متن الإقناع، وهو لعلامة المذهب الملقب بالبهوتي،
البهوتي بضم الباء وضم العين. نعم منصور بن هذا يونس. البهوتي توفي توفي سنة 51 و1000، أي في القرن في منتصف القرن الحادي عشر. نعم طيب شيخنا بارك الله فيكم شيخنا، لعل إن شاء الله نتم في الحلقة القادمة بحول الله وقوته، انتهى الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في صحتكم وأن يرزقكم الصحة والعافية وأن ينفع الله بكم الإسلام والمسلمين. صاحب الفضيلة الشيخ حمزة بن فارس، والشكر الموصول لكم أحبتي في الله، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سائل ومستفت حيور من الظلام يهتدي إلى التقى. تشاهدون إعادة هذه الحلقة يوم غد في تمام الساعة 5:05 فجرا، ويعاد عند 12:05 ظهرا. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء.